مرة. وأنا قلت لك إن الخواجة عملي معايا اتفاق هيحطنا أنا مطرحه. يبقى بخير وبركة، بس من أول الزرعة الجديدة. ما إحنا متفقين من الزرعة اللي فاتت. ودينا صبرنا لغاية ما جه وقت الحساب الليلة. شكلهم وهم ملمومين حوالين ديابك ده، كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، أو كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. آه يا عمي، حاجنا مضمون في النهاية. وبعدين أنت قلقل لي، كل أشياء والخواجة بني يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوه. بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. النوع تعمل إيه عندك؟ سامع حس عربيات جاية من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجة. قلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادهم إشارة تانية. وكيف تأمن الخواجة إنه ما يضرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام يتهم الناس بالباطل. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام. مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري، راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين. الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة، يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى سعدور. ده شوال عينه يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعه وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، احلى حشيشه. ما نعرفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين. انتوا بقيتوا رجالتي. لا
أنا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجالة بقى يحملوا البضاعة في العربية. عرعر، حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجالة يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا، فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك خواجة، كل الرجال اللي انت شايفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطة يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. يلا اعمل لكم امه يا رجالة، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبل فوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. أنا بقول نزودوا عدد الرجال اللي هيهجموا معانا. وأنا بقول لها يا عمي إحنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما أقول له. خذوني معاكم يا أبوي، أنا قادة وقدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجة بن يبقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالكم. أنت توقف مع الرجالة ورا التبة، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. وإحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحة التانية للمغارة من هناك، وحنفاجئهم ونعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. اتوكلوا على الله. وراي يا رجاله. فلوس دي نقص 20,000 جنيه يا سيدي، اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجة والبضاعة تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجالة البندرية، اركنوا سلاحكم، وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجالة معلش يا خواجة، تزعلش من همام والد أخوي، لساه صغير برضك. يلا رجال همّوا. المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال التابة فوق، يلا رجالة، والباقي يا جورايا. يلا يا واد هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو، اربط الشالجين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين؟ دي حنا صح يا رجالة، اكشفوا على باب الباب. ارمي سلاحك، اقعد ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب بالسلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجة، انا محروق اكتر منك، وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم، واللي ابن اخوك يرجع تاني الى طاير نافوخك. طيب طيب، هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجة زلالك ايه؟ خذ فلوسكم. ايه ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام، لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكوب علمه الادب الجدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه، ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. قول واحد.
اطلع بسرعة. دور على مين يوصيهم يشوفهم قتل ولا لا؟ الخواجة مين يهرب وما خدش فطار عمي يا مناح؟ لو كان هرب تبقى مصيبة، ده خطر علينا كلنا، لازم اقطع عليه الطريق بين يامة التانية وخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت على ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناح يا ولدي، ما تخافش اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه.